معاكم في لبس شو. كل عام وانتم حين بخير ورمضانكم مبروك. سعيد برشا باش نستقبلوا الملك، باش نحكيوا على الجديد وعلى العروض المسرحيه وعلى برشا حكايات. الملك لمين النهدي. ميرسي ميرسي، شكرا ليك باترون. عايزك ربي يفضلك. ميرسي ميرسي. مرحبا مرحبا. رمضانك ما اسمع ملي ترشحت لكيب ناسيونال معنوياتنا تهزت سنتي. الحمد لله الحمد لله، حاجه فرحتنا. اللي ما حقوش سياسيين في 10 سنين حققوا الفريق الوطني نتاعنا في ساعة ونص من زمان. والله ساعة قبل كل شيء. رمضانك مبروك أستاذنا. يعيشك ربي. كل عام وأنت حي بخير، ربي يفضلك العائلة وإن شاء الله ديما ناجح وتنحكيو على العروض. كل عام وأنت حي بخير. يعيشك ربي يحيك الأمثال. كيفاش استقبلتوا الشهر الفضيل معناتها؟ كالعادة كالعادة إن شاء الله مبروك علينا وعلى الجمهور التونسي كل والشعب التونسي كل والأمة العربية الإسلامية جمعاء. إن شاء الله يا ربي إن شاء الله بالخير والسلامة. إن شاء الله إن شاء الله يا ربي إن شاء الله بالخير والسلامة. إن شاء الله ما نعرفش هانا ما نحتاجوكم أنتم. أي وقت احنا كشعب كي نبدا ضربنا ستريس. بالله فسر لي مع المواطن حياتك في الدنيا اكيد ركي ما برشا توانسه ضربك ستريس. الدنيا غليت، المشاكل ما يحبوش يتفاهموا، ما تفهم شيء وين ماشيين. نستحقوا دونك، وهذاك علاش كي نحكيو على العروض نتاع مسرحيتك بالحق نستحقوا نمشيو نتفرجوا باش نضحكوا حتى على مشاكلنا. انا 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 كنت اتذكر نوفل قلت لك المليح يبطل. اي صحيح. أي. لا انت كل مره تستدعاني تقول لي وقتاش المسرحيه؟ راك طولت علينا. قلت لك راهو المليح يبدا. اذا معناتها احنا حققنا الامنيه هذه اللي مسرحيه خرجت من احسن ما يكون. انا نعتبر اللي العمل هذايا اللي هو من اخراج وتاليف المنصف ذويب من احسن المسرحيات اللي كتبهم المنصف ذويب. والمسرحيه لقت نجاح جماهيري كبير 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 ياسر ياسر في تونس وخارج تونس. مازلنا كي جينا من جوله مسرحيه في فرنسا في باريس قدمنا عروض ممتازين، كذلك عروض في داخل الجمهوريه. عملنا عرض اكسبسيونيل للايامات، ما تصوروش قديش فرحت في حامد جيبس ومشكورين بالمناسبه مع اداره المهرجان. عرض اون بلان في الهواء الطلق توا في الوقت هذا. وجات عائلات معناتها ما تتصوروش وصغيرات والناس كلها معناتها تنجم تقول البلاد كامله معناتها جات وحضرت العرض هذايا وتعدى عرض من احلى ما يكون. ثم تنقلنا الى الكاف. الله اي مال الله اي بلاد المسرح وما ادراك بلاد المسرح معناتها المشاركه في المهرجان 24 دو تياتر معناتها وكانت زاد الاقبال كبير ياسر. والشيء الجديد في العرض نتاع الكاف انه معناتها جاء ليله الماتش بحيث حضروا كان النساء. لحظه لحظه باش نقول لك حاجه وباش نقول لك حاجه ما تتغشش منها. في الكيف الجمهور ضامر كيفك يبدا كل الغادي الناس ما حتى ناس ضامرين سبحان الله. راه كي نمشي الكيف انا ما عادش ضامر بالحق ما تبارك الله. نضحك على الشيء اللي يصير في الكيف، راهو ضامرين بصفه غريب. اي معناتها دوب ما معناتها تطل من الكريب وانت داخل على جبال الكيف العاليه تبدا معناتها تحس بنشوه خاصه معناتها. صحيح وكل صحيح. كبير وصغير ومن يتبع على حسير. احنا في عائلتنا مثلا احنا ما تعرفوا احنا 17 في العائله. تبارك الله. فهمت؟ لا نجيبوا فرقه موسيقيه لا نحاسيه لا شاعر لا راقصه لا 17 قداش؟ سامحوني الفرقه سامحوني فرقتنا واحد بيه 17 خويت قداش؟ نحن مقسومين اناث وذكور قد قد معناتها الاكثريه رجال معناتها. فما اللي توفاوا الله يرحمهم الله يرحمهم اي وفما وكلهم تلقى. انا عندي ثلاثه اخوات انساء كيبداوا يغنيوا وتقول معناتها صوت واحد محلاهم محلى اصواتهم في الاغاني. ما تعرف الكيف تمتاز بحاجه هي فيها زاد كبير وفيها مخزون كبير معناتها للاغنيه التراثيه معناتها ما شاء الله. وسعاد زاد ما قصرتش في ابراز الناحيه هذه اللي سعاد نتمنى لها الشفاء ان شاء الله. تحيه لها وتصفيقه كبيره للفنانه الكبيره. و ما نسالش احنا الفنانه الكبيره سعاد محاسن وقديش
ارتيست تو انت فنان مش واحد باش يجي يحكي عليك برك الله مع في تاريخ تونس انت موجود اما الحمد لله كبرت في عينينا اكثر بالكيفاش الوقفه مع سعاد ما نعرفش اما التوانسه قالوا كيما فنيا سيد هارب حتى انسانيا مع برشا ناس بالحق كبرت في عينينا رغم طليق رغم كذا انت اللي واقف وانت اللي كذا معناتها ام موديل بصراحه بارك الله فيك تونسي صحيح معناتها كبرت في عينينا برشا معناتها انسانيا وانا هكاك مانيش معناتها اي نعرف نعرف معناتها طبيعتي هكاك اصلي هكاك معناتها تربيتي هكاك احنا ما عندناش انسان مثلا يمرض في العائله ولا كبير لوحوه ولا لا بالعكس نحافظوا عليه سعاد معناتها اونتوغي معناتها بالناس الكل معناتها يدخل محمد علي يخرج محمد علي يدخل وليد كيف كيف انا عندنا امراه زاد لاهيه بسعاد تبارك الله عليها نوجه لها التحيه بالمناسبه الناس الكل معناتها الاطباء باشاره الطباء قالوا لنا شوف لا تهزوها الكلينيك ولا تهزوها الخارج انتوما العائله لازم تكونوا انتوما دايرين بها والحمد لله اللي المرض نتاعها ما استفحلش ما قدمش يعني تو عامين في نفس البلاصه الحمد لله يا ربي ان شاء الله لاباس واللي حتى حد ما يعرف يقدم ما يقدمش سبحان الله معناتها كل مريض وكيفاش سعاد انا ندخل البيت النوم وهي تبدا ممدوده تحسني ديجا تحسني انا دخلت يعني من غير حتى ما تغزر لي هي تبدا هكا ساعات تبدا غايبه شويه انا ندخل لمين وتفيق ما شاء الله معناتها انا معناتها تزيد فيا تزيد في عمري انا كي تقول هكاك خاطر فما حاجتين الحب والعشره العشره حاجه كبيره سعاد هي سعاد هي اللي كانت قال الرجل سبب في بروزي انا وفي ظهوري انا في المسرح اللي اني وقت دخلت الفرق الكاف مازلت عمري 18 سنه انا عرفت سعاد عمري 19 سنه وثلاث شهور داير في الزداق نتاعنا جاوا شاهدوا فيا ناس اخرين معناتها ما عنديش الحق القانوني جاوا شاهدوا المنصف السويسي الله يرحمه الله يرحمه وكذلك عيسى حراث سعاد اكبر منك وقسمت معك شهريتها اي وقت دخلت فرقه مدينه تونس داير وقت قدمنا المطالب بفرقه مدينه تونس كنت انا وقتها ورشيد دبيش وسليم محفوظ الله يرحمه وسعاد قبلوا الثلاثي وانا رفضوني ما فهمش علاش هذا توا داير من فيها معليش توا فهمت البلاد هو خير قصول ويده جات صالح على الطاولة حمدي رفضوك خاطرك باهي تفضل فسعاد قالت مشات قبلت وقتها الشادي القليبي الاستاذ معناتها المرحوم وزير الثقافه وقتها السي شادي القليبي وقالت له مستعده نقسم الشهريه نتاعي انا ولمين يلزم لمين يدخل الفرق وهذاك كانت الشهريه نتاعها 80 دينار قسمتها في اثنين ولينا كل واحد ياخذ 40 دينار ودخلت فرقه مدينه تونس. فضل كبير معناتها سعاد كانت وقت انا نبدا نتمرن في دار ثقافه بن رشيق نحضر في الروائع اللي حضرتهم كما مسرحيه الكريتا كما مسرحيه في بلاد الهوها وكما مسرحيه القافزون وغيرها كانت تتعدى الصباح تبدا ماشي الفرقه تلقاني انا في الكا في دهليز دار ثقافه بن رشيق كملت التمارين وتمديت هكا بالتعب على بنك فما بنك اكحل طويل تتعدى مسكينه تغزر لي هكا وتنحي كبوتها تغطيني به وتمشي هكاك في البرد وتكمل التمارين نتاعها وبعد ترجع لي سعاد معناتها حاجه كبيره ياسر كبير وسعاد راهو شوف سعاد غير جينيراسيون تويكا مالوريزمون ومش ذنبهم لانه ذنب معناتها معناتها نحن بلد بلا ذاكره اي بلا ذاكره بلا ذاكره ولا سعاد راهي ممثلة كبيرة ممثلة متنوعة زادة تعمل كوميك تعمل تراجيك تعمل درام تعمل ميلودرام يعني سعاد محاسن كي تشوفها في مسرحية حوكي وحريري اللي هي في الكوميك تعمل شخصيتين الجزائري والمرأة ثم تشوفها في رشمون مسرحية أخرى ولا الزير سالم دور معناتها تراجيدي من احلى ما يكون وتشوفها في التلفزه وتشوفها سعاد تغني وتشوف سعاد تشطح معناتها كل شيء شامله كامله ربي يعطيها بالوقت الطيب ويطول في عمرها بالله سؤال باش نفهموا هالبلاد شامله كامله بازر هي تاخذ في 4 ملايين رسالات منين؟ من الدوله لا من الدوله يا ولدي كل وزير يجي معناتها مسكينه ومحمد علي وليد مطار ماشيين جايين باش شنو المطالب يمكن فما خزانه كامله في وزاره الثقافه بالمطالب باش يعملوا منحه معناتها رمزيه لسعاد على كل هي مش في حاجه لمنحه لا لا احنا دايرين بها مانيش ولكن من دور الدوله لا ما نتحدثوش على الحاجه اما نحكيو على الرمزيه كيما الرمزيه اكزاكتومون راني عطيت للبلاد
لا وكلهم فما الأزرة اللي مروا بمعتب كلهم وعود بقات وعود معناتها سعاد تستاهل كل خير راهي سعاد اللي خدمته على مستوى أن سجلت الأغاني التراثية سعاد قبل كانت تمشي للكاف وتدور في القرى وتشر في المعتمديات وتسجل الأغاني اللي كادوا معناتها يضمحلوا كانوا ينساوهم من العباد يعني الحمد لله معناتها الحمد لله مثال تحية لها وحكينا عليها بالقدا فنانة كبيرة باهي نحكيو دونك توا على المسرحية الموت عليك اللي لمدة عامين ثمانية سوايع كل يوم بكل مرشكم أنا مرشكم هاي قريب ومرشت حتى منصف ذويب مرشت نسكن مع خاصة الجمهور أي لا 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 لمين هدي الجمهور قطع الوجه في الشارع يا لمين أنت وين وخاصة بعد معناتها صارت أزمة كبيرة في المسرح خاصة على المستوى الكوميك معناتها يعني تونس عاشت داير مش تونس برك العالم كله يعيش أزمة في الكوميك لأنه من أصعب الأشياء معناتها الناس يستناو نمشي المرشية عاد سينمين عاد وقتاش المسرحية قريب قريب ولكن ما تتصورش وقت خرجت المسرحية الإقبال الكبير والكبير جدا الناس تتهافت على التذاكر والتذاكر وسط إلى حتى السوق السوداء مارشي نوار دي بارك الله أي معناتها ولفنا ولفنا رغم اللي غلينا شوية في التذاكر وتنقل لكم علاش غلينا فهمت لأنه عملنا تذاكر بخمسين دينار فهمت عمرها ما صارت فهمت واحد طلب الجيشي قال له بربي التذاكر بتاع سيلامين بقداه قال له بخمسين دينار وعنا بخمسين وعنا بثلاثين يا ياسر قالوا بخمسين قالوا يجي خذ بثلاثين قالوا باهي خلي لي ستة ابو خمسين باهي اما بالحق ربي معاها ما مش غالية خمسين غالية ولكن معناتها شوف المسرح كيراء الكراء نتاع المسرح البلدي برك في الليله الواحده معناتها زوز ملايين و130 دينار هذا الكراء بالنسبه باش نعلقوا لي زافيش يلزمنا 500 دينار بالنسبه للدروا دوتور لانه ولا يجي ياخذ الدروا دوتور من الجيشي من الجيشي من غير حتى ما يعلم معناتها لا انا لا مصف ذويب ياخذ من الجيشي 600 دينار معناتها وشويه معناتها نزيدوا نخلصوا شويه خدام ونعلقوا لافيشاج وباش نعملوا البيوب شويه هكا في الجرايد كذا معناتها نطلعوا معناتها قد 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 معناتها مصاريف في الخمسه ملايين اي انا والله في الخمسه ملايين ورغم اللي طلبت من السيده معناتها رئيس بلديه تونس السيده سعاد اخي ما تعبتش ما ايستش والله مش ما انت انت سالم تاع مدينه الثقافه ب 10 ملايين 10 ملايين يا اخي بجدهم وليت ب 12 تو وليت ب 12 مبروك بجدهم مانيش فاهمك معناتها بالله تو انا لمين نهدي نقولوا شويه عروض يجيهم جمهور يبدا مسكين عرض اوركسترالي ولا عرض هكا بيحد تقول له 10 ملايين بجد يعني يدفع من جيبه مسكين يمشي ياخذ قرض مساكن العباد باش يعمل عرض او نقول لك حاجه اكل عام في السبعينات جاء مدير مسرح قال 90 دينار كراء المسرح عملنا عريضة صحنا فيها المثقفين والمبدعين كل قلت برشا قلنا برشا 90 دينار وخرجت في جريدة الراي سمع بها الرئيس بورقيبة يذكره بالخير قال شنو هذا قالوا سيد الرئيس راهو المسرحيين والفنانين مغشين على كراء المسرح قالوا لا اعطيهم بلاش المسرحيين اعطيهم بلاش لانه بورقيبة يحب المسرح تويك السياسيين ما يحبوش المسرح أنا عمري ما ريت قليل وقليل نادر قبل الانتخابات ريت سياسيين يجيو للمسرح قبل الانتخابات يجيو قبل الانتخابات بالطبيعة باش يقولوا في نفسي يعقوب يقولوا هم يشجعوا في الثقافة وكذا اي ما والله تو زوز ملايين المسرح الرئيس رئيسنا هذا ما سمعتوش نهار تكلم كلمة على الثقافة كل شيء يحكى فيه إلا الثقافة وقت اللي هي عنصر أساسي الثقافة راهو البلدان متحضر على ثقافاتها راهو صحيح صحيح مالك تمشي انت لباريس اول حاجه تعملها تبدا تفرك سما هو الفيلم الجديد اللي خرج اما هي المسرحيه الجديده اللي خرجت تخش تسال على السياسه السياسه دي امور معناتها معناتها انت وزير الثقافه ما قابلتكش هي قابلت برشا مثقفين وفنانين ولكن اي طبعا انا قلت قابلتك ولا لا؟ تقابلنا اي اي, أي. شنو حكيتوا كي تقابلت؟ حكينا في كل شيء وما صار شيء وما صار شيء شمعت في كل شيء غير في كل شيء حكينا على الوضع الثقافي حكينا على الوضع بتاع المسرحيين درتشة حكينا على الموسيقيين اللي يعانيه وحكينا على المؤلفين اللي ما هوش لاقيين رواحهم ولكن كله كل بعد الحوار انا احلنا الموضوع نتاعكم والملف نتاعكم للجنه وشدونا باللجان نزلت قابلت مع سعاد عبد الرحيم مشكوره بارك الله واستقبلتني في بيروها انا فما لجنه قالت معناتها وعدتني قالت لي تهنى سي لمين
احنا راهو باش ننظروا فيه الموضوع نتاعك ومتاع المسرحيه بصفه عامه. قلت لي لانه يا مدام شوف راهو احنا تويك ما عادش تسمع مجموعات مسرحيه دخلت المسرح بلدي فماش. سمعتوش نهار فما مسرحيه فيها اكثر من 3-4 من الناس في المسرح البلدي فماش. ما فماش مسرح البلدي في الليل ظلام معناتها مسكر ف معناتها التو ما فما حتى حركه. يا اخي انا اكثر مدينه ثقافه اللي هي جعلت لتشجيع المثقفين تكري ب 10 ملايين يعني مهزله هذه البلاد ما هي مدينه الثقافه. احنا ضربنا عليها بالبوني مش ايه حقك جيت باش لانهم الاخرين يظلموا فينا هاو جيتنا مدينه ب 10 ب 12 مليون 12000 دينار حاجه لا تدخل في ال اي وهذوما يدفعوا قبل ايه ما انت تحط ساقك غادي في القاعه راهو. ماذا بك لو استقبل قيس سعيد كما استقبل الفنانين؟ ان شاء الله علاش ليه؟ يستقبلني ويتفاهم للوضعيه نتاع الفنانين معناتها لان الوضعيه راهو ديليكاتو شويه معناتها باش ما نقولش كلام اخر معناتها راهي وضعيه معناتها نحكيو على نحكيو على مسرحيتك خلي نعطي تواريخ اللي 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 عندي تواريخ نهار 9 ابريل تحب نعطيهم انا؟ تفضل اي هاي 9 ابريل خليك نحمل لا ما يسالش تفضل تفضل حبيت نشكر الحضور هذا الساعه بارك الله فيهم احلاهم احنا نشكروك استاذنا يلا نشكر الفرقه زاد كذلك ونشكر الجمهور اللي قاعد يتفرج فينا ونقول لكم ان شاء الله رمضانكم مبروك. عندنا يوم قلنا 9 ابريل مسرح البلدي المسرح البلدي تونس في الساعة نتاع العشية 7:30 وعندنا يوم 11 أفريل المسرح البلدي في صفاقس. وبالمناسبة نحب نقول اللي قدمنا عرض من أحلى ما يكون في صفاقس وهذا عرض ثاني محليه جمهور صفاقس جمهور من شوف جمهور صفاقس نحب نحييه بصفة خاصة أي. لأنه عنده حرمة وعنده احترام وقدر صحيح. للمسرح بصفة غريبة مازالتك القداسة نتاع المسرح صحيح. كيف تدخل يدخلوا العباد للمسرح مازالت تشم ريحة البارفان والله أنت تشوف الفور يخرجوا عائلات عائلات يخرجوا ويقدروا برشا الفنانين صحيح. وإذا كان كومبلين الناس ترجع فماش لا زحمة ولا حتى شيء. حبيت نشكرهم بالمناسبة ونقول لهم هاني بحذاكم إن شاء الله يوم معناتها 11 أفريل مسرح صفات. وعندنا يوم 15 أفريل في كندا في كيبيك إن شاء الله جمهور كندا يستنى فينا أي. جمهور كبير غادي في كيبيك وكذلك لو 17 نهار 17 في أفريل في مونريال في كندا كيف كيف. وبالنسبه للعرض الاول نحب نقول للناس اللي يشوفوا فينا ويتفرجوا فينا راهو قريب يعملوا الكومبلي فما امكانيه نتاع عرض ثاني في مونريال. تبارك الله برافو. وكي ترجع لتونس عندنا عوده الى تونس عوده الى تونس في عرض اخر يوم 23 افريل المسرح البلدي في تونس. ونحب نقول لك حاجه جديده اللي عملتها انا اللي معناتها شاركت في مسلسل اذاعي الله الله باش يتعدى السنه ان شاء الله وكنت فيه دور البطوله معناتها بداوا يرجعوا في الشارع نتاع المسلسلات الاذاعيه اي معناتها مجهود مشكورين معناتها اداره الاذاعه معناتها مشكوره لانه ومسلسل دسم. شنو المسلسل اسمه؟ مسلسل اسمه ياسر لك الواحلين ايوه وحلو ياسر معناتها مسلسل هزلي وحلو ياسر فيه في انا في رياض في ابو العريس في كوثر بالحاج في برشا ممثلين محلاهم ان شاء الله هذا باش يتعدى في برشا اذاعات راه مش في الاذاعه الوطنيه برك باش يتعدى على برشا اذاعات هذا شيء جديد بالنسبه لامين النهدي ومني عليكم السلام. لامين النهدي يلا وعندي توا شويه اسئله نحب تصفيقه كبيره على لامين النهدي فوالا هذاش عندي جديد لامين النهدي كل الناس اللي قاعده تتفرج فينا توا لا اظن انه الناس منقسمه حتى من يكرهك لا اظن انه نجم يشكك في قيمتك كممثل وكمطعم لا بالحق مع لامين النهدي قلت لك حتى ناس تقول لك اللي يعمل فيه لامين مش به اما يمنوا بك كممثل كبير ورغم ذلك ديما غايب في رمضان انا هذه نحب في درج سر انا نحب لماذا لامين النهدي معناتها اللي ماخو جائزه افضل ممثل تراجيدي مش كوميدي تراجيدي حبيت ناخذها بالكوميك خذيتها بالتراجيدي في عرب تراجيدي عرب قريش اي لماذا غائب مغيب ما يحبش ينبز برشا المخرج يخلص برشا فلوس ماهوش منضبط حقار شنو السبب اللي يخلي لامين النهدي مغيب وما تمشيليش في مانيش مغيب وكذا مغيب ممثل بقيمتك انت تاريخك انت وخاصة موهبتك انت الحمد لله معناتها انت تنجم تمثل لي تقتلني بالدموع كما تقتلني بالضحك لماذا لامين النهدي مغيب ولماذا؟ أي أمي تقول ولماذا؟ لا ما حاول تفضها معايا. باهي شوف بصراحة فما راهو مش الكل فما بعض من المخرجين
اقترحوا عليا باش نشارك معهم في بعض الاعمال. اي ورفضت بصراحه جونتيمون بيان سور، على خاطر معناتها المسرحيه ما خلاتليش وقت بالكل. يعني وجاوني في البريود اللي انا باش نخرج المسرحيه للجمهور. وفما مخرجين انا بدي من كيفك معناتها نسال علاش ما عيطوليش، علاش ما طلبوش مني باش نكون بالك ما راونيش في الادوار. السبب لم يقنعني وما جاوبنيش على سؤالي، سامحني. لا لا جاوبتك بكامل الصراحه كيما عودتكم. علاش ما يعيطولكش؟ ما نعرفش، انا بيدي معناتها نتسائل عليه. مغلاوي؟ مغلاوي ما مازلنا ما تناقشناش في الموضوع، مغلاوي مغلاوي غالي شويه، وما مش غالي معناتها غالي نتاع تونس مش نتاع مصر. اي بيان سور اي مش مليون دولار كي عاد. لا انا نعرف الميزانيات اللي يخدموا بها الاخيان ومعناتها، ولكن ما وقعش الاقتراح عليا معناتها. هذه غالي راهي ماهيش صحيحه، دعوه ماهيش صحيحه. وي براد فير وي ناقش في دوري انا والمخرج ما نسكتش، كيف تبدا الدور ما نحسوش، كي تبدا دي مومون ما نحسهمش، فهمت؟ حتى في اثناء التصوير يقترح لي المخرج، ولو انه هو معناتك تعرف ان في الاعمال التلفزيونيه والسينمائيه المخرج هو قال الراجل هو المعلم، ولكن انا كممثل عندي الاقتراحات نتاعي، خاصه في الكوميك. في الكوميك لاني معناتها عندي باع وذراع. فما براد فير تصير ممكن زاد سبب من الاسباب اللي ليك اخر دوره. أي. شفنا مسلسلات كبرى في السنوات الاخرى حتى في الوطنيه معناتها مسلسلات وصلت قيمتها ومستوى تقني ممتاز بصراحه. اي صحيح صحيح. علاش ماكش فيهم؟ انا بدي نسال علاش ما عيطوليش، ما قالوليش، ما طلبوش مني. وفما اللي طلبوا مني واعتذرت، وفما اللي ما طلبونيش بالكل. ان شاء الله العام الجاي على كل، انا مفكر العام الجاي باش نعمل السلسله، ويمكن ياسر باش يخرجها ولدي محمد علي اللي كما تعرف خرج فيلم حلو ياسر ياسر، وانت شرفنا كنت حاضر فيه الفيلم. اي معز ونجاح كبير، وتوا داير قاعد يتعدى في القاعات، نجموا تمشيوا تفرجوا فيه. وان شاء الله باش تكون سلسله للعام الجاي قاعدين نحضروا فيها بشويه بشويه، اللي باش يكون فيها انا دور البطوله ومع عده ممثلين اخرين. وفي الكوميك يعني انا واهل مكه ادرى بشعابي، انا في الكوميك راني مانيش مقصر. ولا معناتها انت في الكوميك ماكش مقصر، لا في التلفزه هزوك ناس الاثنيه غالطه. خاطر التلفزه شو نقولوا؟ لمين ليس الملك؟ في المسرح هاك تمرجو منصف ضيف مسكين يحب يكملها في شهر تشده وعامل. لو كان سيبوني انا في التلفزه اي جوستومون، لو كان سيبوني على خاطر وقتها كانت جوانحي مخصوصة بالسنسور. أنا وقتها كل ما خرج خدمة التلفزة عاملين لي خمسة لجان خاصين بلامينات، يعني ساعة عملنا أنا تشوفه ما نعرفوش نقول بتاع شكون. بالحق هذا وقتيش هذا مع قبل معناتها قبل بون تو مازلت ما عملت بها حاجات في التلفزة، أما قبل راهو ما تنساوش الأعمال الحلوة اللي عملتها أنا ونور الدين بن عياد ولاد الحلال. هاي محلاه في النواري بلون ما شبهم هذوك. هذيك اول تجربه في النقد في التلفزه، لانه قبل ما كانش فما نقد في التلفزه، فما اعمال ماهيش نقديه. جينا احنا، جيت انا بالكتابات نتاعي دخلنا النقد في التلفزه، هاك السكتش هذاك لو فامو سكتش نتاع كاس الماء هذاك نتاع الاداره. هذاك راهو حاجه من وراء شكون ينجم يعدي قبل الوقت هذاك، ولكن السلطه بعد فاقت اللي لم ينادي هذا يشكل علينا خطر، فكل عمل نقدمه يترفض والا يحشوه. باهي، لمين نهدي في المسرح انت مثال، ما يهمنيش في مسرحيتك ولكن في عمرك هذا في الانضباط والديسيبلين نتاع البروفيت وكذا مثال. لمين نهدي كيفاش ساعتين فوق المسرح ما تتعبش وتعطي الانرجي مثال لكل فنان، ولكن في التلفزه للاسف سامحني سي لمين نحكيو على الماضي. انا حاسس انه عندنا فنان مسرحي اكسبسيونيل ناجح جدا في المسرح ومظلوم جدا في التلفزه. مظلوم ممكن، مظلوم، اما لو كان يعطيوني انا الفرصه. صحيح. لو كان اي صحيح. قلت لك الخطر التلفزه مظلوم يا... صحيح. اما شو معناتها ما نجحتش في التلفزه مش صحيح. لاني انا نجحت في التلفزه كما نجحت معناتها امام الكاميرا بشريط سينمائي لتوا مازال ضارب كما نقولوا احنا، اللي هو فرد وقت اختها. قد عمري خرج عام 3 وتوا قاعد يتعدى، انا كي نمشي لتوا حتى للخارج دوزيام ترويزيام جينيراسيون يخرج يقول لي هاي فردة والقطوخته. فردة والقطوخته اخر فيلم تونسي يضحك. اول واخر فيلم متفقين، ولكن عمره بعمري لهالدرجه فما حتى منتج قال لمين ينتج لي ننتج له فيلم يخاف تدخل فلوس راك معناتها اي منتج شو فهموها في بلدان اخرى.
فهموها في مصر مثلا. معناتها في فترة عادل إمام مثلا استغلاله يوميا. عادل إمام راهو يخرج من استوديو معناتها يكون يسجل في مسلسل يتعدى الفيلم ثم في الليل عنده مسرحية. هنا في تونس احنا معناتها مع الأسف خسارة والله خسارة ضد النجاح. معناتها خسارة كي نشوفوا كي نشوفوا كارير لامين نهدي نحسوا فما فما نوع من القهرة من الحمصة شوية في كاريرك المسرح ولكن ميلة شوية لأنك كيما في المسرح درامي نجحت كيما في الدراما نجحت كيما في الكذا معناتها إن شاء الله إن شاء الله يجي نهار ويفهموا اللي راهو لامين نهدي ما له إلا معناتها فترة معينة. علاش ما أنتجتش أنت لامين؟ أنت تنتج فيلم تنجم تنجح به وتكسر به الدنيا. وهذا اللي معناتها ساعين فيه توا قريب إن شاء الله بعد أنت لامين عندك 5 سنين وأنت تقول لي قريب. إي 5 سنين كما المسرحية ما قلت كلاسينها وحاسك ليه أي معناتها ما تتصل مراكش المليح يبطى المليح يبطى المليح يبطى لامين نهدي في رمضان تو باش نحكي معاك في كوتي تو نجيو على الأعمال في رمضان ماهوش كممثل أما كناقد كل رمضان فما مينيموم 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 15 ممثل يتنبزوا من تصريحاتك أي من الأول هذاك وبعد يعطيوني الحق بعد مرور الزمن بعد 3 4 سنوات يقولوا لي والله سي لامين عندك الحق شنو اي وبرشا برشا عملوا لي عملوا ما عطيتش راي ليه نسيت عطيت راي عملوا مشيت بكراسه قلت فتحي الهداوي ما خذاش ادواره بجديه ايوه ايوه اسلام مانيش باش نعطي راي باش انت ما تلقاش الفرصه باش تجبد اي لا لا معناتها معناتها يتنبزوا برشا يقولوا معناتها ما يهمش انا نعطي شوف انا تشوف راهم كلهم اصدقائي وزملائي ونحبهم ونعزهم ولكن هذا ما يمنعش اني نعطي راي بكامل الصراحه ما تخافش للضر ممثلين حتى في كاريرهم راهو يجي لامين نهدي الواحد عامل سيت كوم يضحك يقولوا راك ما تضحكش هاك دمرته لا لا انا شوف ما يضحك بالنسبه لي انا وقت الشعب التونسي الكل يقول والله ما احلاه يضحك اما اذا كان فما اجماع انا والعمل هذاك ما يضحكش راهو زايد معناتها وراي انا راي انا هو انا ديما نمشي براي الاغلبيه نعم. اذا كان الاغلبيه موافقه راهو حتى لو ما يعجبنيش لا لا الاغلبيه اللي دايره بك خاطر الاغلبيه لا لا الاغلبيه اللي انا راني نمشي للمارشي ونطلع في الحافله ونمشي في الشارع الحبيب بورقيبه وندخل المقاهي معناتها اي علاقتي شوف علاقتي بالناس اكثر من علاقتي بالناس اللي دايرين بي لا نعرف اللي انت تتحرك برشا وقريب من الناس مثلا للي يقول ما تقول على فتحي كيك على فما شكون يوصفها بالغيره لانه لامين نهدي ما يشتغلش وما يشتغلوا لا 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 مش هذو من الناس البسطاء الناس اللي ما يخموش الناس اللي ما يخموش اما الناس اللي يخموا يقول والله لم داير برشا عطوني الحق راه برشا قرر بعد لامين نهدي عنده الحق راهو اذا كان وذاك علاش يا سي نوفل كل عام يعاودوا يعيطوا لي انا باش نعطي راي خاطر كان جا رايي انا تهديمي راهو ما يعيطوليش بل بالعكس هما كل عام يبداو يستناو في رايي انا لاني انا ما نجاملش ما نضربش على كتاب يقولوا ما قصرتش معايا انا ما قصرتش راهو ما تدورش باهي باهي متوسط متوسط خايب خايب مش خايب معناتها ينجم يعمل تجربه ماهيش ناجحه ينجم معناتها يتفاداها باش يعمل تجربه اخرى ناجحه أنا نعطي رأي بكامل الصراحة من غير ما يأثر علي أيا كان في الضحك احنا تو معناتها كي نقولوا احنا كريم الغربي بسام الحمراوي لطفي العبدلي جعفر القاسمي في الضحك علاش تقول معناتها هذوما مثلا الأربعة اللي ذكرتهم لك يضحكوا برشا يضحك صحيح ولا لا؟ يقتلوا بالضحك ولكن يضحك ولكن ما ينقصهم هو النصوص الجيدة الكتابات السيناريوهات فهمت؟ راهو فما كريز كبيرة في تونس بل مش في تونس بركة في العالم العربي وبل يمكن في العالم كل فما كريز مونديال نتاع كتابة السيناريو اللي يكون معناتها مرح ما فماش سان اكزيستو با شوف مصر تو قليلة راهو فرنسا ما عادش نحكيو ما عادش تلقى ما عادش تلقى لويد فيليس بورفيل الكبارات امريكا كيف كيف فما كريز مونديال نتاع معناتها نتاع ضحك كتابة الضحك نتاع ضحك نتاع الكتابة في السيناريو توا التريكاج واكثر لها معناتها لي زيفي سبيسيو واحد اما الضحك معناتها الكلمه والسيتياسيون الضحك مفقود اما ما فهمت توا انت مثلا الزميل قلت المشكل في المخرج كي ما نجحش نجم يكون المخرج هذا كي ما يفهمش الضحك ما عارفش يجسمه نجم يكون مشكل ينجم ينجم اي وبرشا اعمال تعديت في التلفزه معناتها تقول والله ما احلاها الفكره قديش حلوه اما المخرج حقه ديفلوبيها اي انت في ذوما اللي ذكرتهم لك شكون يضحكك شكون اكثر واحد حتى يعمل حاجه خايبه عندك امل فيه لطفي جعفر كلهم يضحكوني لا كلهم يضحكوني بالحق يضحكوك كلهم يضحكوني الكل اعطيني بالترتيب
ما حبيتش نحط لك دليل. يعني تحطي بالترتيب هكا تو تعملي في المشاكل مع العباد، تو انت تعملي في المشاكل راهو. هو تو انت تقول لي مع حواراتك بداوا في موزايك معايا 2007 8 كل عام رمضان يقولوا لي وقتك جاي لمين. شوف علاش على خاطر باش الناس يفهموا راهو هما ما يسبوش لبعضهم في الجو، خاطر كل واحد عنده البيرسوناج بتاعه، كل حد عنده شخصيته، اما كلهم كل واحد يضحك بطريقته، فهمت؟ جعفر يضحكني برشا. انا جعفر ما يعرفوش العباد اللي في الدنيا راه وزاد يقتل بالضحك. الضامر ساعتك ضامر تاع شنو يقتلني بالضحك. عندك هو نصر الدين بن مختار الله يرحمه، نصر الدين زاد كان قطع ضمار وقت يبدا معناتها خارج الركح، معناتها يضحك على الركح وخارج الركح. كلهم احلاهم كلهم. ان شاء الله نتمنى لهم النجاح والتوفيق في رمضان المبارك. انت كي قلت جعفر ضامر في الدنيا معناتها في التلفزه مش كيما الدنيا. لا 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 هذا كلام تقول فيه انت مش انا. نستنتج انا لمين به. مثلا كي معناتها الاشكال انه عندنا سنوات عندنا مشكل نتاع عمل درامي يقتل بالضحك. اي اي الكتيبه هي سبب. كتيبه كتيبه معناتها يا نوف الكتيبه معناتها الممثلين ضحايا. وانت جربت راك انت جربت في الكتيبه في الحاجات الكوميك جربت فهمت. فما حاجات خطفت كما نقولوا احنا، وفما حاجات متوسطه ولكن ولكن ما يلزمش واحد شو اللي يكتب ويكتب حاجات متوسطه ما يلزمش يقف ما يقفش خاطر يزيد يعاود، خاطر بالتجربه زاده تولي معناتها عندك امكانيه بس وشويه خيال اذا كان مش برشا. الاشكال سي لامين انه المسرح انت كي تكتب انت مسيطر على دائره الانتاج. اي مسرح نبرف البروفا، اما في الاعمال التلفزيه فما 200 الف ينجم واحد دوره تافه جدا ويفسد لك سيت كوم كل ما توزعوش توزعوش توزعوش. علاش الامريكان ما يغلطوش الغلطات هذه؟ الكاستينغ راهو تري امبورتون. الكبارات في امريكا ما يغلطوش. تصور سبيلبرغ يغلط يعطي دور مثلا في عوض يعطي روبرت دونيرو ويعطي الدراب شكون ما يغلطوش. عندهم ناس مختصين في الشيء هذا ويعرفوا منين جايين وش عمل وكل شيء. انت مسرحيتك هذه وليله على دليله والمكي وزكيه وفسردوك، انهي اخي بمسرحيه عملتها؟ فما شاخب كلهم باين. لا انهي اقل نجاح؟ ما فماش كلهم باين كلهم احلاهم. ولادك وكل... خاطر كلهم لا ابار ولادي معناتها ولادي عندي محمد علي وليد ربي يفضل. انت فني اي حتى هم ولادي ما هو باللغه الفنيه حتى هم ولادي. لكن فما دي مامهم احلاهم في المكي وزكيه، فما دي مامهم احلاهم في سردوك الريش، فما دي مامهم احلاهم في ليله على دليله، فما كلهم احلاهم. الكريته مثلا كي تفكروا الكريته محلاها فك الوقت هذاك متعرف اللي مع المسرحيه الكريته تقدمت في 500 عرض رقم قياسي في عدد العروض المسرحيه كانت هي والماريشال. دونك علاش ما تعملش مسرحيه جماعيه انت كيما الكريته؟ او عندي مسرحيه انا وبي الزردي ان شاء الله ثنائيه بالحق والله فالناس مش مصدقه راهو. لحظه لحظه خاطر هذه 3 سنين مازالوا عامين مع احنا بدينا التمارين راهو. بديتوا بدينا التمارين وان شاء الله. والشيء الباهي انه لقيت فيها كل الاستعداد والمواظبه بري بروفيسيونيل في اوقاتها معناتها وتبارك الله عليها. وان شاء الله باش تفاجئكم برشا قالوا لي علاش بيا الزردي؟ قلت لهم علاش مش بيا الزردي؟ لا لا مادام حاجه واحده اللي يلزم يتمتع بها الفنان سواء كان مغني ولا ممثل ولا غيره باردون هو القبول. لازم يكون عنده القبول. أي. اذا كان عندك القبول الاخر كله تتعلمه، تكنيك كله تتعلمه، تكنيك دو سان كل تتعلمها، تعرف لافونسي، تعرف البرومي بلان، تعرف دوزيام بلان، تعرف فريز، تعرف كوتي كور، كوتي جاردان، هذوما الكل تعمل هكا تو خاصة التكنولوجيا الحديثة في دقيقة تحفظها. أما لازم يكون عندك القبول. بيا الزردي عندها القبول، عندها القبول، والآخر كله معناتها يجي. جوستومون، باهي، باش نسألك تراه وأنت تقول لي صحيح ولا غلط، باش نعطيك حكاية تتقالوا عليك صحيح ولا غلط. ما شاء الله. رفضت منصب وزير الشؤون الثقافية، صحيح ولا غلط؟ صحيح. 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 علاش ترفض؟ مرتين. ما انا ما تصورش روحي شكون 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 نقلق انا من الكرسي وقتاش مرتي انا اولا وبالذات ضد الكرسي وثانيا نقلق تصورني انا من الصباح داخل 8 حتى الماضي ساعه وانا قاعد والله ننتحر في البيرو. صحيح اما لا مش هكاك عاد مش هكاك ريت مثلا انا قلت الناس يقولوا فما ناس ينجم ليه اما انت تتحرك والدنيا كما مثلا احسن وزير رياضه شاد من بعد ثوره طارق ذيب
دار والترانات وما نجم حد يكذب عليه ترى يقول لهم تيران خايب خايب صحيح ومحليه حتى في الثقافه طارق ديالي أيه. جبدناه انا مره لقيت اشكاليه في تمارين في المنزسيس وقت ما تعرف المنزسيس معناتها هي تتبع معناتها وزاره الشباب والطفوله ومشيت له استقبلني في الباب قال لي انا سلامين محليك انا راني جيت للكريتك العام طارق ديالي وزيره دخلنا كلمتين هز تليفون قال لهم لامين نهدي يجي يتمرن وتعطيه حارس على ذمته وما عادش دوروا به بكل خليه يتمرن قد ما يحب وعلق. طارق ذياب باهي في الرياضه وباهي حتى في الثقافه. يقدر العبيد ومحترم هذاك علاش قلت لك انا ثقافه قال لي راسكيت في الكريت. يا حسره ايوه يا مثل راسكينا انا راسكيت وسرقت كتب من معرف كتاب وكذا هكا عميل الفقر محلاهم محلاهم اي معناتها اخر مره شكون اقترح عليك منصب وزير؟ ما نعرفش جاي تليفونات وكذا وهيا وجاني قلت لهم لا يعيشكم اختاروا من الحاجات ما نجمش انا سير سانا كي نبدا انا وزير وقاعد في بيرو ما لها الجماهير هذه شكون باش يفرض عليها وشكون انا عملت دور تراجيك وقعدت نخمم فيه وخذيت فيه جائزه فما واحد بون كريتيك قال لي توا باهي عرب معناتها مسرحيه غوله فيلم باهي ودورك انت قريش محلاه في التراجيك اما سيدي مين شكون باش يضحكنا توا صحيح يعطيك سؤال معناتها يحير يعطيك الصحة باهي لامين نهدي مازال ياخذ تاكسي يقعد في قهاوي سونتر فيل ياكل في ريستورونات ابن خلدون صحيح ولا غلط؟ صحيح صحيح عوايدك ما تبدلهمش هما لي روبير هذوكم بيدو انا فما بقايا حتى مثلا كي ندخل قهوه باريس مثلا فما الطاوله هذيك اللي بحذا الباب ديما نقعد فيها علاش خاطر كنت وقت اللي نخدم فرقه مدينه تونس نجي نقعد في الطاوله هذيك انا وسعاد التو حتى كي ندخل يعرفوني يقول لي سلامين هكا ساعه ندخل الجرسون كذا يجي يقولوا بربي راه فما كليون اخر قاعد يقولوا سامحني راه هذه راهي ريزيرفي لامين نهدي خدم برشا وتمرمد من اللي صغير من اللي عمره 10 سنين مثلا يبيع القلوب والكاكاويه بعد شقال فتر باش ينطر مصروف صحيح صحيح صغير انا جابي 10 10 سنين صغيره ما كبرت قبل عمرك اي اي ما تنشت نشت حي حي نار موقده اي انا بديت على 14 داخل في الفلوس للدار بارك الله عمري 14 سنه بديت معناتها داخل في شويه فلوس للدار نقرا وداخل في شويه فلوس للدار يعني نمن برشا بالعمل صحيح الخدمة تو كيما قلت سيادتك انا نخدم 13 ساعة راهو ليكيب تكنيك اللي معايا يتعبوا يقولوا لي سيدي مين رانا تعبنا يزي فيه البركة بركة معناتها سامحني وانت مش تخرج الروائع لازمك تخدم اي واللي يخدم مع لامين يعرفها لا توفيق ليه فوالا لا لا لاعب لا ما يدورش به وتتلهي بالتفاصيل كل هذاك علاش قلت لك المسرح تسيطر عليه انت تبارك الله في عمرك ايش 70 وعمليه وكذا ولكن تبارك الله تعمل سبور الدنيا شنو ولا نعم نعم دو لا مارش وشويه معناتها بيسين نعم شويه ناتاسيون معناتها وبحذايا المزاسيس البيسين اللي في دارك ولا لا ما عنديش بيسين في دار اه والله لا به مش عيب راه واحد يعمل بيسين في الدار اي فوالا اما بحذايا المزاسيس خاطر بيسير اولا في الشتاء شوفي فهمت كذا فهمت ونعمل دولا مارش يوميا لابد سويعه من زمان كل يوم به لمين نهدي يظهر قوي يبكي على اقل حاجه مره سامحني باش نحكي لك نادره صارت لي نادره الخمسه نتاع الصباح من داري نمشي حتى البلفدير على سقيه انا اسكت مزاويد نمشي حتى البلفدير ونرجع وقريب نوصل البلفدير تعرضوا لي جماعه حبوا يعملوا لي بركاج جاي قال اه عامله مين؟ هاي قلت له بعد ما يلبش يلقاو لبش يلقاو تليفون لبش يلقاو شيء جايين هكا زوز جاي كذا كذا وجايين يضربوا هكا هكا عينيهم زاعه كذا وصل قال اه عامله مين؟ لمين النهدي بالحق ربيت وزغه في الدار لا مش ربيتها لقيتها شوف قعدت توكل فيها خليني نقول لك حاجه أي. انا راني بين قوسين نحب ياسر الحيوانات اي مغروم ياسر بالقطاطس عندي تويك 10 قطاطس منهم قطوسه هالايامات ما زاد كي ولدت لي في الفرش بحذاي عملت هكا نلقاها مسكين كنت نسمع في كذا عملت هكا معويق عملت هكا نلقاها ولدت وما زالت قاعده تولد مسكينه هبطت زوز ما زاد والبقيه خليتها غادي قمت من فرشي مشيت البيت الاخرى وخليتها حتى كملت وصباح هزيتها كلها وحطيتها في البيت الاخر نحب ياسر الحيوانات كي ربيت حتى ولادي يحبوا الحيوانات كي ربيت الفيران انت مش القطاط لا فيران لا فيران لا لا فيران لا وزغه
وزغه بصح كان حكايه الوزغه في دارك في الباساج ما كانش فيران عندك؟ لا لا مش ربيت فيران. كمل الوزغه ترى الوزغه وبعد تو نرجعوا لفيران للفيران وبعد تو نمشيو للنمال كمل الوزغه شنو حكايتها؟ الوزغه انا ندخل لسال دو ما ورا في حاجه هكا كان فوق وزغه هكا لاصقه في الحيط فوق فهمت نعرف كذا. جات المراه اللي عندي في الدار قلت لها ما تكلم ما تمسيش رد بالك خليه قلت لي وزغه وكذا نقتلوها شي فركسوا في المود وديما يقتلوا ديما اللطف قلت لها لا ما تمسيش خليها غادي بشويه بشويه معناتها تلقت هي وراه الوزغه ما تصورش قديش صياده بالنسبه لك الناموس وكل اكبر صياد حصير بعد شهر ولات قدك وديما لاصقه غادي فك البلاصه هذيك ديما غادي حتى لي نهار عملنا هكا ما لقيناهاش خرجت وحدها قلت لها ما تمسيهاش واضح تحت واش ربيتها الفيران شنو حكايتهم؟ الفيران قبل قديمه الفيران قديمه قديمه وليد ولدي وليد ولدي وقتها مازلنا نشكو في نهج اراغو اي مع بتي ستوديو كذا انا وسعاد فما كان بوتميره فار صغير هكا هاي هاو هاو تعدى منا جبت له النصبه نسميوها النصبه احنا كالمندات النصبه هذيك جاء وليد عمل لي عرعو لا بابا لا مسكين وصغير وكذا مسكين قلت له يا ولدي راه مش معاك وليد ناحيه هكا النصبه بعد جمعه خرجوا لي يمكن 12 كعبه شويه لان قلت من الدار برا يا حسره يا حسره باهي باهي صحيح ولا غلط لمين النهدي يقولوا انه ما يصرفش برشا فلوس بخيل صحيح ولا غلط؟ لا نصرف مصروف جي على بالحق والله مصروف جي ما تتصور تخمم في غدوه ولا ما تخممش؟ الخم اللي ما خممش في غدوه ما خم داير فما حاجه عملت الروتريت نتاعي وحدي فوالا ليفي على روحك واحد لا نسانيت وزاره الثقافه لا تعمل لي 170 دينار في الشهر ولا نقعد نبكي ونشكي ودرس تحسها تطيح قدر 170 دينار في الشهر حمد السلوسي وما دراكك الممثل العملاق احمد السوسي اللي توفى هو ياخذ 200 دينار مش شيء باهت ما شيء حشم فهمت تشوف واحد كيما هشام رستم واقف عامل اضراب جوع قدام التلفزه باش ياخذ حقوقه معناتها مستحقاته ما شيء يروي شيء باهت واللي قلت له فايد خلينا نعمل روتريت تاعي واحد فوالا هل صحيح ولا غلط انك دبرمت برشا بعد ما توفيت اختك شريفه وخرجت منها بالدويات صحيح 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 لان اختي شريفه نحب ياسر قريبه برشا كانت قريبه كانت امي ثاني كانت امي ثاني شريفه داير حتى وقت اللي نحكي عليها داير كل ما نمشي للكاف فما بقايا ما نحبش نمشي لهم خاطر يذكروني برشا في شريف اختي شريف الله يرحمها كانت الاخت كانت الام كانت اللي تحضر في العروض اللي وشريف عمري ما ريت النهار متغش جمي راهو ساعه ساعه نحط راسي على المخده باش نشوف شريف اختي في حالات اخرى ديما مبتسمه الله يرحمها محلاها الله يرحمها ربي كانت ذامره زاد قط عظمار كانت تقول في نكت سياسيه ما تاخذ لها بسباسين قلت لي لمين خي انت ولي تخاف اي فوالا انت حكيت على الكرسي انت الكرسي في مسرحيتك قلب الدنيا اي بيان سور وقت انا حضرت في العروض الاولى نتاع كارتاج نتاع كارتاج اي لبيه خرجنا خايفين عليك صحيح بالحق خرجنا خايفين عليك هل صحيح لمين نهدي ولا غلط كنت باندي وعملت 3 سنين بوكس وربحت برشا دي كومبا صحيح وطيحت واحد جزائري في التروازيام روند اي اما مازلت صغير انا جابي 18 ans 18 سنه كنت مع مغروم بالصدق عمران الله يرحمه حلاه مع الصدق عمران بون بوكسور تونيزيا كنت مغروم به وترانيت من الاول كذا وحتى اللي نتكسر خشمي فهمت ولكن بعدش مشيت للتمثيل لا وقعدت بلابزي في فتره ما بتعمل عرق لا مره تحل راسك دافع على روحي مش مش نعم مره راسك تحل ذيك عليه في الخطاب عبيب ما خلت بمظله باش تخبي الحله بومنيجل بومنيجل اي دافع على روحك وقت راسك دافع على روحي اي ولتوا داير مخي وقتها برك عايش كنا والله تبارك الله عليك والله استنى استنى اخر سؤال اخر سؤال لمين النهدي محبوب النساء؟ اي صحيح عندك قبول رهيب عندي القبول عند النساء وي سا سي فري رهيب سا سي فري ولتوا الغدو والبعد غدو اي ما تول والاعمار كلها راهو باش نداو متفاهمين اي اي انا هل هذا هذا علاش كي تعرس يسبب لك مشاكل هذا خاطرك محبوب يطلبوك تو ماما ويقابلوك تو ماما وكذا صحيح ولا مره تشوف باش تحكي لك نادره صارت مع لطفي العماري صديقنا تحيه له تحيه صديقنا عاد وقت عمل لي انترفيو في جريده الاعلان
وحط نمره تليفوني يا سيدي. وقت حكيت انا راني معناتها طلقت ومفركس في مراه ودرت لي وكذا. اللي جايبه فريجتها واللي جايبه ساكنه واللي بنا واحد خلط لي الكيف بدي حتى نتفاهم وساعه ونشوف ايش بس طول اي بي بي. وعرسك وقتاش جاي؟ كل مسرحيه زاد اي اي يحضر اي قاعد يطيب على نار هادي على نار هادي. قريبا عام سنه باش تعرس لمينادي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. نعاود ذكرني نحب نعاود نذكر بينا تو نذكرنا بعروض المسرحيه دونك 9 افريل في المسرح البلدي في تونس، 11 افريل باش تمشي المسرح البلدي في صفاقس واكيد عرض اكسبسيونيل، 15 افريل في الكيبيك والعروض قريب توفى ممكن يكون عرض ثاني، و17 افريل في مونريال، و23 افريل باش ترجع للمسرح البلدي في مسرح بلدي في تونس. باش نسالك فما عروض توا باراليل قاعده تتعمل تخمم فيها ما تخممش؟ فما لطفي العبدلي، فما كريم الغربي، فما بسام الحمراوي عمل عروض. علاه ما عادش نشوفوكم تحضروا عروض بعضكم سي لمين؟ لا نحضر يمكن انا الوحيد اللي نحضر. دور كنت تتذكر انت مره تصديتني حتى مع ميغال وحضرت ديما تحضر نحضر. لا نحضر انا دائما نحضر ما عنديش مشكل. وما يحضرولكش؟ لا ما يحضروليش ما يقلقنيش انا يحب يحضر حتى يقرب بلاصه هو صح. لا اما لا اما معنويا انت كفنان كبير تحضر نحب المسرح. اي انا نحب المسرح مش وانت كي تحضر يخافوا خاطر قالوا لي كي ما يعجبكش العرض نجم تخرج في وسط العرض. صحيح وليت نقعد التالي في اخر القاعه بس كي ما تعجبنيش مسرحيا ما غادي نزف ما غادي. الخاطر بصراحه مره دخلت المسرحيه وقعدت من قدام حصلت مسرحيه كانت تعيسه جدا. وزيد الممثل مسكين ولا يحب يخدم لي انا هكا خاف مني انا ولا يخدم لي انا يا ودي نعمل واك الجمهور ما تنساش ويخدم معايا انا هكا كذا وزاد طاح له الميكرو وحاصير وصار فيه. هذا حكيت روف الباسي وقتها وزير الاستاذ روف الباسي قلت له سي روف قلت له روف راني دخلت المسرحيه في هي وان مان شوز هذا وراني قعدت من قدام وراني قلقت وتعبت وما نجمش نخرج خاطر حصلت من قدام. قال لي يا احمد ربي سي لمين انت مره تقعد قدام امانه مجبور مش حياتي كامله وزير نقعد قدام ممسطها ممسطها والوزير ما مسكين برشا عروض ماستر يلزموا يتبسم ويصفق هذاك علاش ما تمشيش وزير. يعطيك الصحه سي لمين. نعاود دونك ذكرنا بالعروض تو نواكبوا رمضانك مبروك يعيشك مبروك عليك محبه التوانسه ليك خاطر حاجه اكسبسيونيل هذاك علاش حبينا نحب نقول راهي مسرحيه حلوه ياسر. جيبوا عائلاتكم محلاها مسرحيه تلم العائله الكل معناتها الفرجه تريز اغريابل في المسرح البلدي لانه البقاع محدوده ما فماش القلق اذا كان قصيت تسكرتك تعرف روحك باش تقعد في المكان نتاعك ومرحبا بكم وان شاء الله رمضانكم مبروك مره وفي موريال وكندا اكيد يتفرجوا فينا وتو يعرفوا في صفاقس الناس الكل يعرفوا. شكرا لك استاذنا نورتنا وان شاء الله كل عام وانت حي بخير سي لمين ربي يفضل. شكرا لك. نحب نشكر هاني كوليكسيون تصفيقة كبيرة على هاني كوليكسيون اللي تلقاوها في تونس ونابل وصفاقس وسوسة والباج الفيسبوك متاعهم هاني كوليكسيون تلقاو فيه أحسن كاليتي وأحسن شواء. ميرسي بوكو. نحب نشكر باتيسري مدام جمال على حلو شكرا لها على حلو المزيان برشا تلقاوها في نابل الباج فيسبوك والانستغرام متاعها باتيسري مدام جمال. نحب نشكر زيدا كلاندو على اليونيت المزيانة تلقاو عندها أكثر شواء للأعمار الكل أحسن كاليتي في الكرم أريانا وكارتاج. ميرسي بوكو الباج فيسبوك متاعهم كلاندو. لاباس شو للي لو فات نتقابلوا نهار السبت الجاي تعرفوا في رمضان وكل عام وانتم حيين بخير كل نهار سبت واحد على قناة التاسعة. تحية الأحلى عازفين فرقة المايسترو والفنان جهاد جبارة مستمتعين معاه كل ليلة في لاباس شو نتقابلوا السبت الجاي. شكرا صباح الخير.